عبقرة العائلات ومباراة في دور ال 32، وعايز أفكركم بالنتيجة. عائلة سيف 135، عائلة صقر 35، وعائلة صقر محتاجين نحسن السكور الفقرة اللي جاية. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور ال 16، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل عيلة. وأول سؤال علي، تفضل يا علي، هنشوف علي. والسؤال الأول وعجلة الحظ هتجيب سؤال موضوعه إيه؟ يلا علي، لفة كاملة علي. معلومات عامة، تمام. سؤال في المعلومات العامة، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي الدولة الآسيوية التي أطلق على أول حديقة حيوان بها اسم حديقة الذكاء؟ ما هي الدولة الآسيوية التي أطلق على أول حديقة حيوان بها اسم حديقة الذكاء؟ الزهراء. الصين. الصين. الصين بـ20 نقطة، إجابة صحيحة. برافو عليك يا زهراء، 20 نقطة. وبكده النتيجة 55 عائلة صقر، 135 عائلة سيف. عمر، اتفضل يا عمر. هنشوف عمر والسؤال الثاني موضوعه إيه؟ لفة كاملة يا عمر. سويتش في الحالة دي عيلة صقر هي اللي هتختار موضوع السؤال. تحبوا يتسألوا في إيه؟ في العلم. في العلم. سؤال في العلم، بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. علم، والسؤال هو: أدب، ما هو اسم العمود الذي كان يكتبه الأديب الراحل أنيس منصور في جريدة الأهرام؟ ما هو اسم العمود الذي كان يكتبه الأديب الراحل أنيس منصور في جريدة الأهرام؟ قعد يكتب في العمود ده سنين وسنين، كان اسمه إيه يا باشمهندس؟ فكرة. فكرة، ده مصطفى أمين. إجابة خاطئة، مش فكرة. أنيس منصور كتبه سنين وسنين، إزاي ننسى؟ ده سؤال الحقيقة مش للصغيرين، ده سؤال للكبار اللي كانوا بيقروا الأهرام كل يوم. الزهراء، إجابتك المرأة. المرأة؟ إزاي المرأة؟ ده كان عدو المرأة، هيكتب يعني المرأة إزاي؟ ده كان مشهور بأن أنيس منصور عدو المرأة. الزهراء، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة مواقف. طيب السؤال الثالث، باشمهندس محمد اتفضل. هنشوف الباشمهندس محمد والسؤال الثالث لعيلة صقر موضوعه ايه. عايزين نحاول بقى نجيب ايه، جوكر مثلا، فنختار موضوع السؤال. يلا اتفضل حضرتك. علم، سؤال في العلم، اخر سؤال، يا ترى بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. دوس على البازل. تمام، آخر سؤال لعيلة صقر، صح؟ صح. علم، والسؤال هو: تاريخ، ما هي الإمبراطورية التي حاربت الدولة التيمورية في معركة أنقرة عام 1402؟ ما هي الإمبراطورية التي حاربت الدولة التيمورية في معركة أنقرة 1402؟ علي. الإمبراطورية الرومانية. الرومانية. الإمبراطورية الرومانية، إجابة خاطئة، مش رومانية. في إجابة سيف. المغول. المغول. المغول، إجابة إيه؟ مضحكة. إجابة مضحكة. الإجابة الصحيحة الإمبراطورية العثمانية.
أنقرة. أنقرة تبقى إزاي الرومانية؟ هو قال لي أنقرة وأنا قلت له العثمانية، بس هو يعني نسمع كلام بابا بقى، بابا عنده خبرة شوية. هو اللي فتح لي برضه يعني، هو قال لي أنقرة. معلش، حصل خير، حصل خير. آخر سؤال سيف، تفضل يا سيف. يلا يا سيف آخر سؤال. فنون، سؤال في الفنون. آخر سؤال لعيلة سيف، آخر سؤال في الحلقة. يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. دوس على البازر. سؤال بـ30 نقطة فنون، والسؤال هو: من هو الفنان الراحل الذي قام بدور سامي في مسرحية عائلة سعيدة جدا؟ فنان راحل دمه خفيف جدا. محمد عوض. محمد عوض إجابة خاطئة، مش محمد عوض. يونس شلبي. يونس شلبي إجابة خاطئة. أبو بكر عزت. الإجابة الصحيحة أبو بكر عزت. المنتصر بالله. هو الحقيقة كان دمه خفيف الراحل، والمسرحية دي مسرحية جميلة. نهاية المباراة ونقول هارد لك لعيلة صقر. عيلة صقر أشكركم جدا. وألف مبروك لعيلة سيف، وألف مبروك لعمر أفضل لاعب في ماتش النهاردة بـ50 نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 190 نقطة، وكل نقطة بـ500 جنيه بما يساوي 95,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 845,000 جنيه من البنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. حضرتك لعيلة صقر، وألف مبروك لعيلة سيف. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.